الآلاف تتوافد على ميدان التحرير في مليونية حماية الثورة منذ الصباح الباكر، وهناك حشود تأتي من المحافظات وتأتي من جميع أنحاء القاهرة، احتشدها جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وغيرهم من القوى الثورية والإسلامية في هذه المليونية التي ترفض ترشح فلول النظام السابق وبالأخص أحمد شفيق وعمر سليمان. لأول مرة على هذه المنصة التي عليها جماعة الإخوان المسلمون يهتفون ضد العسكر، لا لحكم العسكر، ويسقط يسقط حكم العسكر. منذ قليل انضم كابتن مصر كابتن نادر السيد لهذه التظاهرة. أهلا بك كابتن نادر. أهلا بك. وجودك النهاردة كابتن نادر، إيه الرسالة اللي حب توصلها؟ وجودي بقول إن أنا جوه ميدان التحرير ولا أنا تبع الإخوان المسلمين ولا السلفيين، أنا واحد مصري زي كل المصريين المشاركين في حماية الثورة ومؤيدين للثورة ومستمرين في الثورة، وأنا ضد تماما إن تتقال إن هي جمعة الإخوان أو جمعة السلفيين أو جمعة الليبراليين أو جمعة ميدان التحرير، هو ملك لكل المصريين. ورد صريح وواضح على إن بعض الناس اللي بتتكلم تقول إن ميدان التحرير مش عبر عن مصر، إنما ميدان التحرير هو قلب مصر، لو قلب مصر وقف مصر كلها هتقف. فعشان كده انا جاي النهارده، او كلنا لازم نكون موجودين النهارده، ان احنا بنأيد وبنطالب وبنقول ان الثوره ونتاج الثوره لازم يكون نتاج الثوره من الثوره نفسها، انما ما يكونش اي اجزاء من النظام الفاسد. ومش الكلام ده مش وليد النهارده عشان ترشح بعض فلول النظام او بعض النظام الفاسد السابق، انما الكلام ده من 11 واحنا بنقول الكلام ده، فهو تكرار للكلام فقط لا غير، او تكرار للموقف وتكرار للمبدا. لان بعض الناس لو تصورت او اعتقدت ان هي شويت الثوره او شويت الثوار او 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 قللت من قيمه البرلمان اللي الشعب اختاره سواء كان اتفقنا او اختلفنا معاه، ان احنا لسه مستمرين في الشرعيه الثوريه في الثوره في داخل ميدان التحرير. كابتن نادر، يعني وقفت اكثر من مره، يعني انتقدت موقف الاخوان سواء في احداث محمد محمود او مجلس الوزراء او في غيرها من المواقف، واليوم تاتي اللي في هذه التظاهره وهذه المليونيه. انا انتقدت موقف اي واحد مصري ما وقفش مع المصريين، ما سميتش في الانتقاد ولا اخوان ولا سلفيين ولا ليبراليين ولا علمانيين، انا بتكلم على موقف كل واحد مصري بيحافظ على مصر وفعلا بيضحي عشان بلده، زي ما كل الناس ضحت، زي ما الشهداء ضحوا والمصابين ضحوا، لازم كلنا نكون واقفين وقفه واحده. ده تاكيد على الموقف اللي انا بتكلم فيه دايما في احداث نوفمبر او في الايام الاولى للثوره او حتى في الوقت الحالي. انا ما عنديش اي صفات ولا بتكلم على اي صفات، ما دام موقف لهدف وموقف لمصلحه بلد انا ما عنديش اي مشكله ولا اي تصنيف ان انا اكون متواجد مع مين، سواء اخوان مسلمين او سلفيين او ليبراليين او حتى ولا عايز بالله كفار، ما دام في مصلحه البلد يبقى انا موجود في الموقف نفسه. رأي كابتن نادر ان هناك بعض القوى رفضت النزول في هذه الجمعه ودعت الى مليونيه في الجمعه المقبله، وقد اعلن الدكتور صفوت حجازي قبل صلاه الجمعه انهم سيتواجدوا ايضا في الجمعه المقبله. كلنا لما موجودين، انا بدعو كل واحد مصري ما بسميش بصفات ولا اسماء ولا قوى سياسيه ولا قوى حزبيه ولا قوى دينيه ولا قوى اسلاميه ولا قوى مسيحيه، انا بدعو كل واحد مصري فعلا حريص على استمرار الثوره وحريص على جني ثمار الثوره اللي احنا بنجنيها فعلا. وانا مش مع اي حد يقول ان الثوره اتسرقت، الثوره اتشوهت، اكبر دليل ان الثوره لسه في عروق المصريين وفي دم المصريين. لما كانوا بيتهموا الثوره ان الثوره ما لهاش قائد، وفعلا الثوره ما لهاش قائد، لان القائد الحقيقي للثوره هم الشعب المصري، هو كل واحد مصري هو قائد للثوره، فعشان كده الثوره هتفضل مستمره. للاسف الشديد ان بعض الناس اللي معتقده ومتخيله ان الثوره انتهت، الثوره ما انتهتش، هم لسه لغايه دلوقتي مش قادرين يعتبروا او ان هم يؤكدوا او يعترفوا ان وجود النظام الفاسد او النظام السابق في السجون ده اكبر دليل واكبر نجاح للثوره، ان احنا مش عارفين مين الرئيس القادم لمصر ده اكبر نجاح للثوره، ان احنا شرعيه البرلمان بناخدها من البرلمان وكل الناس متابعه دلوقتي البرلمان المصري ده نجاح للثوره، ان المصريين لسه ما زالوا مصرين على الحريه والعيش والعداله الاجتماعيه ده نجاح للثوره، الثوره بتنجح كل يوم بتنجح فيه. طب رايك في ما تم مناقشته داخل مجلس الشعب من قانون العزل السياسي وتعديل قانون مباشر الحقوق السياسيه وعزل كل من انتمى الى الحزب الماضي سواء رئيس جمهوريه او نائب او رئيس وزراء، وهناك بعض الاعتراضات على هذا القانون انه متاخر جدا. الشرعيه الثوريه اقوى من الشرعيه الدستوريه او الشرعيه الشعبيه او مجلس الشعب. الكلام ده كان لازم يحصل من الايام الاولى للثوره، انما كان بيتهموا الثوره ان ما لهاش شرعيه سياسيه. كل الشعب المصري انتخب مجلس الشعب، فمجلس الشعب دلوقتي هو الممثل للشعب، مش محتاجين ان احنا اي قرار يطلع او اي قانون يطلع من مجلس الشعب يستفت عليه الشعب. طب هو مجلس الشعب موجود عشان يطلع التشريع، ولازم الجهات التنفيذيه سواء مجلس الوزراء او القضاء او المجلس العسكري ينفذ، بما ان مجلس العسكري دلوقتي هو بمثابه رئيس البلد انه ينفذ القرار، انه ملوش اي تدخلات، لان 9 مواد اللي استفت عليها الشعب
بعيده تماما عن الاعلان الدستوري اللي اتعمل، فبالتالي التسع مواد فقط لا غير هم اللي استفتى عليهم الشعب. اللي انا عايز اقوله ان بقى في ممثل للثوره من الناحيه التشريعيه. انا ما بقولش مجلس الشعب هو الثوره، انا مجلس الشعب هو الممثل للثوره من الناحيه التشريعيه، فالقوانين اللي بتصدر من مجلس الشعب هي قوانين ملزمه للشعب وللجميع، فبالتالي اي قانون يطلع من مجلس الشعب لازم ينفذ ولازم يقر، وخاصه القانون لو فيه شرعيه ثوريه وشرعيه شعبيه من مجلس الشعب. حضرتك ترى ان اتجاه ما يعني في رايك وفي تحليلك هل سيقوم المجلس العسكري بالتصديق على هذا القانون حتى يقره ام لا؟ مجلس العسكري مع كل تقديرنا واحترامنا لقياداته هو مش بصدد ان هو وافق او ما وافقش، هو يعني بصفته التشريعيه ان هو رئيس للجمهوريه لابد ان يصدق على القوانين قبل ان يتم تنفيذها. بس صناعه القانون واصدار القانون من مجلس الشعب هو عليه التصديق فقط لا غير، انما مش عليه ان هو يتدخل في ان هو ممكن يوافق او ما وافقش. احنا ندخل القانون في القضاء او ما يدخلش في القضاء او ما يدخلش، انما التشريع الحقيقي لما كانت الشرعيه الثوريه بتقول ان لازم يطبق العزل السياسي، وبعد كده مجلس الوزراء السابق فضل اللي هو يماطل ويقول وممكن وما يكون عشان ما عندناش مجلس شعب، بقى عندنا مجلس شعب، فبالتالي كل الحجج والاسباب خلاص اتفرغت تماما، فبالتالي اي قانون يصدر من مجلس الشعب فهو قانون ملزم للجميع لانه صادر مجلس الشعب. طب كابتن نادر يعني خضت معركه الانتخابات على قوائم حزب الوسط وبعد ذلك سمعنا لك تصريح انك ندمت على خوضك العمليه السياسيه. خالص لا لا، اولا دخولي في العمليه السياسيه هو دافع ثوري، هو مش دافع سياسي، ان الايجابيه اللي اتولدت فينا كلنا بما فيهم انا ايجابيه ان انا اكون مشارك في البلد حتى لو ضحيت بشكل او بماده او بمجهود او باي جهد. في ناس ضحت اكتر منا بكتير، بالعكس انا دخولي للعمليه السياسيه هو تاكيدا للجميل او لجميل الشهداء اللي ضحوا بنفسهم والاهالي اللي فقدوا اولادهم والمصابين اللي هم دلوقتي، ولولا ان في ناس فعلا بيحبوا مصر وبيحبوا البلد ان هم مساندين للمصابين وبيساندوهم وبيعالجوهم، بيقوموا بدور المجلس القومي للمصابين والشهداء اللي هم عملوه بس شكلا انما مضمونا ما فيش اي شيء، فهم لولا ده كان المصابين فقدوا الامل في الثوره نفسها، لان سبب من الاسباب او نقطه من النقط الاساسيه بيشوهوا الثوره فيها بيخلوا اي واحد مصاب بدل ما يكون قدوه ومثل ان الناس تحتذي بيه والناس تضحي بنفسها عشان خاطر بلدها، ان هم بالعكس بيذلوه عشان اي حد يفكر بدل مره 1000 ان هو ممكن ما يعملش كلام. هل ممكن تكرر التجربه مره اخرى؟ لو البلد محتاجه وفعلا انا ممكن اكون سبب من الاسباب ولو بسيط ان انا اساند وان انا اشارك، انا ما عنديش اي مشكله. اولا الدخول في العمليه السياسيه وكلنا متاكدين وعارفين ان ما بقتش هي مغنم بالنسبه للناس، بل بالعكس ده هي مسؤوليه ومسؤوليه كبيره جدا. لما دخلت العمليه السياسيه انا كنت بقول يا رب ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لو ربنا قدر لي وتحملت المسؤوليه ربنا عني، انما كنت بتمنى من داخلي انا ان انا ما اتحملش المسؤوليه اللي مسؤوليه كبيره جدا وعظيمه جدا للي يعيها كابتن نادر، سؤال اخير حول الدوري ثم وجود دوره اخرى تنشيطيه والموقف الكروي عموما في مصر. اعتقد ان مسلسل افساد مصر ومسلسل احباط مصر في كل المجالات سواء كان في السياحه او في الرياضه او في التجاره او في الاقتصاد او عشان في الاخر يقولوا للناس او الناس ان هي دي الثوره وهي اللي عملت كده، الثوره بريئه تماما من كل الامور اللي بتحصل دي، لان كل مسؤول فاسد ما زال يفسد في البلد ولا ما زال مسؤول في البلد مسؤول في السلطه هو اللي بيعني هو عايز يصدر للشعب، فبالتالي يجي الفاسدين اللي بعد كده يقولوا احنا اللي هننصر الشعب واحنا هننصر البلد. الثوره بريئه تماما والثوره بتنجح، لو هم مش قادرين يعترفوا هيعترفوا بكره او بعده او بعد. هل وصلت الثوره الى اتحاد الكره المصري ام لا؟ اعتقد ان الثوره لسه مستمره جوه كل المؤسسات، انما لما يكون المسؤولين هم منفذين للثوره منفذين للشرعيه توصل لكل بيت في مصر، لو هم واقفين حجر او واقفين عائق ضد الثوره انما مش هيقدروا، لان هم لازم يتعظوا ولازم يعوا ان الناس اللي موجودين في السجون دول موجودين نتاج الثوره، فلو هو ما احترمش الثوره والشرعيه الثوريه والشعب لو ما هيكون واحد ضمن الموجودين في السجون زي ما كانوا موجودين دلوقتي. شكرا كابتن نادر.